يوم الاثنين من الأسبوع الرابع من الخماسين المقدسة، إيناء القلب. ربي يسوع، اجعل من قلبي إيناء للكرامة نافعا لك، فليضئ وجهك على عبدك واملأه من نورك وحقك ونعمتك. ضع فيه سر حبة الخردل والطفولة الروحية ومحبتك الحقيقية، واملأه من الحكمة والفهم والفرح الروحي، واملأه من نار حبك التي تحرق الأشواك والأشرار، واملأه من حلاوة كلامك فأتأمله في صمت وهدوء، واملأه بالتوبة الحقيقية وثمار التوبة التي تؤهلني للسماوات المفتوحة. وتعال يا رب واسكن فيه واطرد اللصوص والسراق. هبني يا رب أن أجاهد وأقمع جسدي وأبتعد عن كل اهتمام وأصبر على الضيق والفقر، بل أنت تملأني من خوفك وشوقك وتؤهلني للحياة الأبدية.